الذهب ارتبط معناه بما هو ثمين، زينة وخزينة، تستخدمه النساء كزينة وخزينة لكونه يحتفظ بقيمته ويؤثر في السياسات النقدية. ومن الحضارات القديمة التي اشتهرت بالذهب العراق ومصر. أما اليوم في العراق تحديداً، هناك أنواع كثيرة تحتل السوق العراقي بألوان وأشكال مختلفة تسر الناظرين. مرحبا. سهلاً. العفو، أريد نسألك عن أنواع الذهب اللي ماشي حالياً بالسوق. إحنا الذهب اللي نتعامل به يعني إذا إحنا وإذا باقي المحلات 90% من عنده أو أغلبه خليجي أو إماراتي عيار 21. يعني أكو أنواع مفضلة؟ هو كذهب كمعدن المعدن 21، بس كموديلات كصياغات تختلف، بيها التركي بيها الكويتي بيها الإماراتي بيها شغلات إيطالي، بس كمعدن المعدن واحد اللي نتعامل به هو اللي أفضل بالسوق. تدرين يعني كعراقيين يفضلون 21، فك21 الأفضل الإماراتي، فكمعدن كله إماراتي، بس الاختلاف بالموديلات التركي الإيطالي الكويتي كموديل المعدن واحد. بالنسبة لألوان الذهب، أنا بدي أشوف إنه ألوان الذهب تختلف يعني. بالضبط، هذه حسب الشركات، كل شركة وإلها لونها. هو كذهب واحدة معدن ثابت، إذا تقوزين الألوان أكو ثري كلر، مثلاً يجي روز وسيلفر، هذا هو طلاء، بس أكو أصفر عن أصفر يختلف، هاي شركات، كل شركة وحسب الذهب مالتها واللون مالتها. بالنسبة للذهب الأبيض؟ لون مجرد المعدن إنه ينطل، الزبون من يجينا أي قطعة يريدها ممكن تصير ذهب الأصفر نحوله أبيض، والأبيض ممكن يرجع أصفر إذا 21 وإذا 18. أريد أسألك على أنواع الذهب الحالية الموجودة بالسوق، أريد نتعرف على أفضلها وأحسن شيء. تمام. أنواع الذهب الموجودة بالسوق، الموديلات المطلوبة الحلوة عندنا الديزاينات الإيطالية، الديزاينات الإيطالية مطلوبة بالسوق وحلوة، العالم ده ترغبها لأن أشكالها تجي مناسبة للشغلات الحصرية هسه المطلوبة بالشارع. من بعدها يجي عندش الشغلات الخليجية، موديلاتها حلوة مطلوبة بالسوق، ديزايناتها راقية. من بعدها تجي الديزاينات الأخرى اللي هي مثلاً الكارتيرات، ما كارتيرات يعني الشغلات هم مطلوبة حلوة، بس يعني نقدر نقول هسه الإيطالية، الصياغة الإيطالية صياغة بالسوق طاغية، صياغة تحبها العالم، راقية كلش حلوة. بالنسبة لألوان الذهب، أنا لاحظت إنه الألوان تختلف من قطعة إلى قطعة، يعني أريد تحكي لنا تفاصيل عن ألوان الذهب. ألوان الذهب هسه حالياً بالوقت الجديد دخل على الذهب الثري كلر، الثري كلر عندك ديزاينات حلوة جت راقية، دخلوها على الذهب اللي هي الروز جولد والوايت جولد والجولد الذهبية، صارت موديلات حلوة دخلوها بكل الديزاينات، دخلت على الكارتير، دخلت على براندات الذهب، سوت شيء حصري يعني اختلاف، فشي نقدر نقول كسرت ديزاينات الذهب، صار فشي راقي. بالنسبة لموضوع الاقتصاد، طبعا تعرف انه جائحة كورونا اثرت على الذهب بشكل مباشر يعني، فاريد نعرف ارتباط الذهب حاليا بالدولار وبالاقتصاد العراقي. ارتباط الذهب بالدولار طبعا هو ارتباطه شنو؟ ارتباط الذهب بالدولار سوى اختلاف انه صعد سعر الذهب بسبب التسديد، يعني احنا من نجيب الذهب المستورد من الخارج بالتاكيد انه ما نقدر نسدده بالدينار العراقي، لان باقي الدول من تستلم منش تستلم على سعر الدولار اللي حسب ما تعرفين تقريبا هسه هو العمله الاكثر بالعالم انه يتعاملون بها، فهذا السبب اللي خلاه ياثر على الدولار، صعود الدولار الى سبب انه بصعود الذهب، لان تسديد للذهب المستورد من الخارج كله بالدولار، فانجبرنا انه نصعد بسعر الذهب، يعني صعدت اجوره قبل اكو ديزاينات كانت اجورها قليله، زادت يعني اكثر العالم قاموا يقولون انه الاجور صعدت، يعني هذا مو سبب اهل المحلات ولا سبب اي احد، سببه انه التسديد صعد الدولار، يريد التسديد من عندك بسعر الدولار مو على السعر القديم، فهذا احد الاسباب اللي خلى انه اجور الذهب تصعد. بالنسبة للعيار ال 21-18، هل أكو بعد عيارات معينة يعني يرغبوها الناس مثلاً؟ يعني نقدر نقول إحنا بالعراق أكثر شيء يرغبوا العالم هو عيار 21، يعني تقريباً عيار 21 بنسبة 80-90% هو ماشي بالعراق، عيار 18 يعني قل يرغبوا من العالم، هو بعد عادي إنه موجود بالسوق والناس تتعامل به وتشتري، بس الطبقة معينة إنه يرغبوا، مو مثل 21 لا. وبعد جائحة كورونا يحافظ العراق على المركز الخامس عربياً وعلى المركز 38 عالمياً من أصل 100 دولة في الإحصاءات العالمية الدولية للذهب. في اليوم نريد نعرف أنواع الذهب الدارجة بالسوق.
الذهب الدارج بالسوق، عندنا الإماراتي أكثر شيء. طبعا الإماراتي هي دول الخليج بكل كل الدول، عندك الإماراتي، البحرين، السعودي، الهندي موجود، وهسه أكثر شيء الإيطالي، وقليل جدا الإيطالي، يعني تركي أكثر شيء وبعدين يجي الإيطالي. يعني الرغبة على أكثر شيء؟ والله هو الرغبة على الإيطالي، يعني الإيطالي هسه هو يعتبر رقم واحد بعالم المصوغات الذهبية، ووراء التركي مو قاصر، بس التركي مو كل الناس الثق بيه، بس هو يعني نفس الجودة. والإماراتي هو بصورة عامة، الإماراتي ما دول الخليج هو ستاندر، الهندي هم درجة أولى، بس قلت لك العالم تقول له إيطالي هذا قبل ياخذه بدون نقاش. يعني أكيد صياغاتهم تختلف، أكثر صياغة يعني أحلى صياغة موجودة بالذهب شنية؟ هي الإيطالية، أي الإيطالي هو أنا قلت له نمبر وان. أضافة إلى يعني التركي 90% هو يتقلد من الإيطالي، يعني بالأساس تلقى القطعة هي إيطالية بالأساس، بعدين تتقلد لأنه الإيطالي يجي شوية أغلى إجورة، التركي شوية أنسب. بالنسبة للألوان، يعني لاحظت أن ألوان الذهب تختلف أحياناً، السبب يعود لشنو؟ هذا حسب التحميل مالته. أكو ذهب عيار 24 هو البيور الصافي، أكو تحميله فضة وأكو تحميله نحاس. اللي تحميله فضة تشوفه على بياض أو الصفارة يصير هادئ، التحميل النحاس يجي على حمار شوية يصير أحمر، يعني شوفه ذهب لونه أحمر. أكثر الناس تعرف يعني عندهم معلومات أنه أكو تحميله فضة وأكو تحميله نحاس، هيك بس هذا الفرق. تطور استعمال الذهب ليذهب أبعد من ذلك، حيث أصبح يدخل في صناعة بعض الأجهزة الإلكترونية، ويستخدم في طب الأسنان لسهولة تشكيله كحشوات تجميلية. رونق الجنابي، نسمة الزاكروس، بغداد.